طلاب الأعزاء، النهاردة معادنا مع المحاضرة الثالثة في Introduction to Anatomy. تكلمنا على الترمز قبل كده، النهاردة هنتكلم على المحاضرة الثالثة عن Skin and Fascia. لما نيجي نتكلم على Skin and Fascia، نتيجي الأول نتكلم على Skin. هنقول The skin includes the skin and its appendages. الجلد يشمل الجلد والملحقات بتاعته زي الهيرز الشعر النيلز الأظافر إلى آخره. The skin may be considered هيعتبر as the largest organ of the body، هو أكبر عضو في الجسم، with a surface area somewhat less than 2 meter square in an adult human. يعني الشخص الكبير بيمثل الجلد بالنسبة له مسطح يقارب تقريبا 2 متر مربع، وبالتالي هو بيعتبر أكبر أورجان في الجسم مع هذه المساحة الكبيرة اللي بيمثلها الجلد. لما نيجي نشوف الجلد هنلاقي the skin consists of two layers. يعني لو جينا شفنا the skin هنلاقي عندنا superficial layer وعندنا deep layer. superficial layer بسميها epidermis and the deep layer بسميها dermis. يبقى أنا عندي the skin is formed of two layers. اللاير الأولاني السطحي هو الإبيدرمس، واللاير الأعمق هو الدرمس. So the skin consists of outer stratified squamous epithelium. epithelium يعني النسيج الطلائي اللي بيطلي، وهنا معمول من several cells، عشان كده بنقول stratified squamous epithelium، نوع من أنواع النسيج الطلائي اللي هتاخدوه في الهيستولوجي. ده الإبيدرمس. And the underlying connective tissue. connective tissue تعني النسيج الضام. يبقى أنا عندي outer stratified squamous epithelium، ده هيعتبر النسيج الطلائي، وتحتيه طبقة من الconnective tissue أو النسيج الضام اسمها dermis. هذا الدرمس ماذا يحتوي؟ يحتوي sweat glands الغدد العرقية، hair follicles بصيلات الشعر، sebaceous glands الغدد الدهنية، blood vessels الأوعية الدموية، lymphatics اللي هي الأوعية الليمفاوية، and nerves الأعصاب. يعني هلاقي عندي الإبيدرمس معمول من several layers of cells، وبعد كده عندي هذا الدرمس. الدرمس ده عبارة عن connective tissue أو نسيج ضام، في sebaceous glands غدد دهنية، في sweat glands غدد عرقية، وفي كل النيرفز والفيسلز الأعصاب والأوعية الدموية اللي هتغذي السكين. The color of the skin depends mainly on the amount of melanin. اللون بتاع الجلد بيعتمد على كمية الميلانين، وهذا الميلانين produced بينتج وبيفرز secreted by the melanocytes located in the epidermis. يعني في هذا الإبيدرمس هيبقى عندي cells اسمها melanocytes. الميلانوسايتس دي بتفرز الميلانين. كلما زاد كمية الميلانين كلما زاد الـ darkness of the skin. يعني الشخص اللي لون جلده داكن أو غامق هيبقى عنده كميات ميلانين أكبر، بينما الشخص اللي لون بشرته أفتح هيبقى الميلانين أقل. On the palms of the hands في راحة اليد، and the soles of the feet وفي بطن القدم، the epidermis is extremely thick. هنا هنلاقي الإبيدرمس هذه الطبقة في راحة اليد وفي بطن القدم هتبقى thick to withstand the wear and tear that occurs in these regions. في المناطق دي بيحصل تآكل كتير للخلايا، ممكن جزء من الجلد هنا يتقشر بالنسبة للهند والفوت، فبنقول ده إبيدرمس في بطن القدم وفي راحة اليد، ده إبيدرمس is thick. Thin skin lies in lips. وبالعكس هنلاقي السكين رقيق جدا في الشفاه او اللبس. لما نيجي نشوف السكين هنلاقي the skin has lines معينة. The surface of the skin and its deeper structures show various linear markers، علامات على شكل خطوط. عندنا نوعين من اللاينز دي. أول نوع هو Langer's lines. إيه Langer's lines دي؟ Langer's lines sometimes called cleavage lines. cleavage يعني انقسام، يعني كأنها خطوط الانقسام. يبقى Langer's lines خطوط الانقسام. They run longitudinally in the limbs. يعني زي ما احنا شايفين الخطوط دي ماشية طوليا في الأطراف.
ماشيه طوليا في الاطراف and run transversely in the neck and the trunk، وبتمشي بالعرض في منطقه الرقبه وفي منطقه الجزء. يبقى نتفق كده ان اللانجرز لاينز او الكليفج لاينز دي running longitudinally طوليا في الاطراف و running transversely in the trunk and in the neck. اللانجرز لاينز دي correspond to the natural orientation of collagen fibers in the dermis، يعني دي مرتبطه بتوزيع ماده الكولاجين والالياف بتاعت الكولاجين في الدرمس. The direction of the Langer's lines is important for surgical operations، يعني بالنسبة للجراح اللي هيجي يعمل جراحة مهم جدا انه يمشي حسب Langer's lines. ليه؟ لأن لو عمل incision، لو عمل جرح لعملية جراحية incisions made parallel to the Langer's lines heal better، ال incision او الجرح اللي هيتعمل في عملية جراحية موازي لللانجر لاين الهيلينج بتاعه او الالتئام بتاعه هيكون احسن and produce less scarring، يعني مش هيعمل علامة مكان الجرح than those that cut across. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو هاجي اعمل جراحة في الابر ليمب المفروض اعمل incision بالطول عشان يبقى parallel lungs lines. معنى كده لما اعمل الجراحة بالطول هنا الجرح اللي هنا هيلتئم بصورة أفضل وكمان مش هيسيب علامة مكان الجرح نفسه. لو هاجي أعمل عملية مثلا زي عملية الزايدة اللي بتتعمل في البطن هاخد الانسيجن بتاعي بالعرض موازي لللانجز لاينز عشان الالتئام في هذا الجرح يبقى أحسن وعشان كمان العلامة بتاعة الجرح تختفي سريعا أو تبقى مش واضحة أوي. ده أول نوع من أنواع السكين لاينز اللي هو اللانجز لاينز. تاني حاجة عندنا السكين كريزز، الخطوط اللي تكون عندنا هنا في الهاندز اند فيت بالذات او عند المفاصل. These are small grooves and furrows، يعني دي اماكن grooves او منخفضات كده في السكين which are present at the site of the joints، هذه الكريزز دي موجودة عند المفاصل عند الجوينتس. The skin is attached strongly to the underlying deep fascia. احنا هنعرف ان تحت السكين في طبقة اسمها فاشيا. الفاشيا اللي موجودة تحت السكين في منها superficial وفي منها deep. في فاشيا سطحية وفاشيا عميقة. السكين عند مناطق الكريزز دي بيبقى strongly attached، شابك جامد جدا في الديب فاشيا اللي تحتيه. The creases are prominent on the flexor surfaces of the palms، يعني هلاقي الكريزز دي واضحة جدا فين؟ هلاقيها واضحة جدا في الفلكسر سيرفس اوف ذا بالم، يعني السطح الأمامي من راحة اليد، وفي السولز في بطن القدم، and digits عند الأصابع to facilitate movement، دي بتساعد الموفمنت لأنها مثبتة السكين في الديب فاشيا، فلما بيحصل موفمنت عند المفاصل دي الحركة هتبقى أسهل. يبقى اتكلمنا على السكين لاينز وقلنا اول نوع كان لانجرز لاينز مرتبط بالديستريبيوشن اوف كولاجين فايبرز ان ذا ديرمس، وقلنا تاني نوع السكين لاينز السكين كريزز وقلنا دي موجوده عند المفاصل وعندها السكين از فيرملي اتاتش للاندرلاينج ديب فاشيا وبتساعد الموفمنتس ان ذا جوينتس. What are the functions of the skin؟ ايه وظائف السكين؟ الجلد ده ايه اهميته؟ Number one, it is important for protection، الحماية. حماية من ايه؟ Protection against ultraviolet light، يعني الأشعة الموجات فوق البنفسجية. Mechanical، يعني لو في جرح أو في شيء صلب بيجرح الهند ممكن السكين يكون بيحميه. كيميكال بيحميني من المواد الكيماوية، and thermal insults بيحميني مثلا من الحرارة العالية، لو في شيء سخن جدا لسعني في ايدي فالسكين بيديني حماية. فأول function protection الحماية. الفانكشن التانية barrier او حاجز، هو حاجز against ايه؟ against bacteria، against viruses الفيروسات المختلفة، and fluid loss السكين بيحتفظ بالحرارة زي ما نشوف وبالتالي بالسوائل زي ما نشوف وبالتالي هو بيمنع الفقدان الزائد من الفلويدز او السوائل. تالت وظيفة السكين thermoregulation، تنظيم درجة الحرارة. keeping heat through the hair، الشعر بيحتفظ بالحرارة داخل الجسم، and ايضا through the subcutaneous fat، الدهون اللي موجودة تحت السكين. subcutaneous يعني sub يعني تحت، cutaneous يعني سكين، فمنين ما نلاقي كلمة subcutaneous تعني شيء تحت الجلد. فالsubcutaneous fat الدهون اللي تحت الجلد
هي اللي بتحمي او بتحتفظ بالحرارة. While heat loss is facilitated by evaporation of sweat. ممكن في نفس الوقت لو درجة الحرارة عالية ممكن من خلال الجلد نفقد بعض الحرارة من خلال البخر اللي بيحصل من خلال العرق. يبقى السكين ممكن يساعدني في الاحتفاظ بدرجة الحرارة لو كنت في مكان بارد، وأيضا ممكن يساعدني على فقدان درجة الحرارة في الجو الحار من خلال العرق. رابع وظيفة السكين ميتابوليك فانكشن as the synthesis of vitamin D، تصنيع فيتامين دي that stored in subcutaneous fat. الفيتامين دي بيبقى مخزن تحت الجلد في الدهون اللي تحت الجلد، وممكن السكين يساعد على تصنيع فيتامين دي. خامسا the skin has excretory function، وظيفة في الإخراج through the sweating من خلال العرق. وأخيرا the skin is important for sensation، الأحاسيس المختلفة. It is considered at the largest sensory organ in the body، أكتر عضو في الجسم مهتم بالإحساس أو بيحس هو السكين. السكين ممكن يحس بعض الأحاسيس المهمة زي البين مثلا، لو جيت شكيت واحد بدبوسة يحس من خلال السكين. زي التاتش، السكين بيحس الديفرنت تاتشز اللي ممكن يتعرض لها. زي التمتشر، السكين هيحس الحرارة العالية والحرارة المنخفضة، وبالتالي the skin is important for sensation. So the function of the skin: number one, protection; number two, barrier against bacteria and viruses; heat regulation; metabolic function, a sense vitamin D; excretory function through sweat; and sensation of different sensations. ده الكلام اللي يهمنا بالنسبة للسكين. نيجي للسبكوتينيوس تيشو، النسيج الموجود تحت السكين او اللي بنسميه فاشيا. The fascia is the tissue that lies under the skin. يعني لو انا بتكلم على السكين epidermis ودرمس، هلاقي بعد كده عندي ايه؟ هلاقي عندي طبقة بعدي اسمها superficial fascia، وبعدي طبقة اعمق اسمها deep fascia. So the fascia consists of two layers: superficial fascia and deep fascia. نبتدي كلامنا على superficial fascia. عبارة عن ايه هذه superficial fascia؟ The superficial fascia is a mixture، خليط of loose areolar tissue. Loose areolar tissue ده نوع من انواع connective tissue، نسيج الضم، مكون من collagen and elastic fibers، يعني الياف مطاطية، and adipose tissue. Adipose tissue يعني fat، يعني دهون. يبقى superficial fascia دي عبارة عن نوع من انواع connective tissue في loose areolar tissue معمول من كولاجين والاستيك فايبرز بالاضافة لأديبوز تيشو او دهون. This mixture unites the dermis with the underlying deep fascia. يعني بمنتهى البساطة لو انا عندي هنا superficial fascia، هيبقى ده طبقة في النص ما بين الدرمس of the skin وما بين الديب fascia. يبقى انا عندي ترتيب layers ايه من بره لجوه: epidermis of the skin، ثم dermis of the skin، ثم superficial fascia، وديبر لكل هذه الستركتشرز الاقي الديب فاشيا. يبقى السوبرفيشال فاشيا منطقه متوسطه between the dermis of the skin and the deep fascia. هنيجي نلاحظ بعض الملاحظات على السوبرفيشال فاشيا. اول حاجه هنقول the superficial fascia is firmly attached to the skin. ان في مناطق معينه هلاقي السوبرفيشال فاشيا ملتصقه التصاق شديد جدا بالجلد. زي ايه؟ number one the scalp. سكالب اللي هو فروة الرأس. فروة الرأس هنلاقي فيها السكين is firmly attached to the skin. Number two, the back of the neck. The back of the neck اللي هو خلف الرقبة. Number three, palms of hands، راحة اليد. Number four, soles of feet، بطن القدم. نعرف الكلام ده عشان بنتسأله كتير قوي. فين مين هي المناطق اللي هنلاقي superficial fascia firmly attached to the skin؟ في مناطق بقى بالعكس، the superficial fascia is loosely attached to the skin، يعني هي شبكة خفيفة جدا أو بسيطة جدا مع السكين. فين المناطق دي؟ عكس دول بقى: dorsum of the hands و dorsum of the feet. وش الباك اوف ذا هاند اند ذا ابر سيرفس اوف ذا فيت. الدورسم هنا هيبقى هنلاقي فيهم السوبرفيشال فاشيا لوسلي اتاتش تو ذا سكين. يبقى خد بالك، ان ذا بالمز اوف ذا هاندز اند سولز اوف ذا فيت سوبرفيشال فاشيا از فيرملي اتاتش تو ذا سكين. عكسهم، ان ذا دورسم اوف هاندز اند فيت ات از لوسلي اتاتش تو ذا سكين.
بعض المناطق نلاقي فيها superficial fascia is devoid of adipose او fatty tissue في بعض المناطق، يعني بعض المناطق superficial fascia مش نلاقي فيها fat. زي ايه؟ number one the eyelids، الجفون مش هنلاقي فيها فات في السوبرفيشال فاشيا. ذا اوريكل اوف ذا اير، الاذن الخارجيه عندي ما فيهاش فات في السوبرفيشال فاشيا. ذا بينس اند ذا سكروتوم، البينس هو الميل كوبيلاتي اورجان، عضو التزاوج الذكري، ما فيهوش سوبرفيشال فاشيا، ما فيهوش فات في السوبرفيشال فاشيا. اند ذا سكروتوم، سكروتوم هو ذا ساك ذات كونتينز ذا تيسس، الكيس اللي بيحتوي القصيتين. So the penis and the scrotum has no fat in the superficial fascia. ده الهدف مهم قوي هنعرفه لما نتكلم في general embryology. And the clitoris. The clitoris is a structure in the female. هو مقابل للpenis in male. But much much smaller in female عنه in male. ولكن من نفس the structure تقريبا بتاع penis. But the penis is larger in male. And it's much smaller the clitoris in female. So in all these structures there is no fat in the superficial fascia. طيب اتكلمنا على superficial fascia. يفضل لنا نعرف what are the functions of the superficial fascia. Number one, thermal insulator. يعني هي حاجز بالنسبة للحرارة. It prevents the heat loss from the body since it is a bad conductor of heat. هي موصل رديء للحرارة وبالتالي بتمنع فقدان الحرارة من البودي. Number two, facilitate movement of skin on underlying structures. هي طبقة من الفات مين اللي تحت السكين فبتساعد على حركة السكين على الستركتشرز اللي تحتيه. Number three, it gives the body its rounded contour. يعني بتدي الجسم الاستدارة بتاعته. And the smooth appearance, السطح الأملس بتاعه. Particularly in females. في بعض المناطق في جسم الفيميل نلاقي فيها rounded contour. يعني فيها استدارة وsmooth appearance بيكون سبب كده superficial fascia in these females. Number four, it is a medium to conduct nerves, vessels and lymphatics to skin. يعني أي نيرف، أي عصب عايز يوصل لسكين أو أي blood vessel أوعية دموية أو lymphatics أوعية لمفاوية عايزة توصل لسكين لازم تعبر من خلال السوبرفيشال فاشيا عشان توصل لسكين. فهي الممر أو السكة اللي بتوصل هذه الأعصاب والأوعية للسكين. Number five, ودي حالة نادرة مش في كل حتة. Sometimes the superficial fascia may contain sheets of muscles, عضلات. فين نلاقي دي؟ دي هنلاقيها واضحة in the muscles of the face. يعني العضلات بتاعة الوجه موجودة في superficial fascia. For facial expressions عشان تؤدي التعبيرات المختلفة بتاعة الوجه. ليه؟ لأن المسلز تبقى موجودة في السوبرفيشال فاشيا واتيتش تو ذا سكين. فلما تبقى اتيتش تو ذا سكين لما العضلات دي تنقبض هتشد على السكين فتؤدي different facial expressions اللي ممكن يؤديها الفيس. يعني انت عايز تعمل اي اكسبريشن، عايز تبتسم، عايز تكشر، عايز تدي اي اكسبريشن، فانت هتستخدم هذه العضلات. So the muscles of the face are present mainly within the superficial fascia in the face. Number six, آخر حاجة. The superficial fascia contains special types of glands as the mammary glands. فيها بعض الغدد الخاصة. زي إيه؟ زي الممري glands، الغدد اللبنية أو الصدر in females اللي بينتج الميلك. And the deep sweat glands، الغدد على الرقية العميقة دي هتكون موجودة في superficial fascia. So these are the functions of the superficial fascia in human. تاني افكركم باللي انا قلته قبل كده في المحاضرات اللي فاتت، ان انا افضل ان انتوا وانتوا بتذاكروا تقتنوا هذا الكتاب Introduction to Anatomy. قلت لكم قبل كده انه هذا الكتاب فيه معلومات كافيه جدا بالنسبه للانترودكشن وهو مهم جدا لكذا سبب. انت مش محتاج اكتر من المعلومات اللي فيه، ولكن المعلومات اللي فيه موجوده بلغه بسيطه جدا، بسيطه عشان تتذاكر، وموجود في جداول ورسومات بتساعد جدا في المذاكره وبتساعد في الحفظ. وايضا عشان للي بيتعب من اللغه الانجليزيه والاكسبريشن صعبه بالنسبه له، الكتاب فيه ترجمه كامله لكل المصطلحات العلميه وغير العلميه اللي احنا محتاجينها باللغه العربيه بدل ما ندور فيه
ديكشنرز كتيرة أو معاجم كتيرة، فهو يسلينا قصة. ونمرة ثلاثة، لأن بعد كل شابتر عندنا مجموعة من المالتيبل تشويس كويشنز اللي جات في امتحانات قبل كده، وبتمرني على حل الأسئلة. ولما بحل الأسئلة صح بتأكد إن أنا ذاكرت الجزء ده كويس وأقدر أنقل لجزء تاني. ومع كل الأسئلة هنلاقي الإجابات بتاعتها موجودة وتفصيلية، ولو في ملاحظات معينة مهمة إن إحنا نعرفها بنعرفها عشان نركز عليها. وبالتالي الكتابة يساعدنا جدا أيا إن كان أنت بتذاكر من أي كتاب، لكن هذا الكتاب يساعدك مع أي كتاب آخر. وأيضا برضو أنا بنصح إن إحنا نقتني هذا الكتاب اللي هو Introduction to Anatomy and General Embryology Questions. كتاب فيه كمية كبيرة جدا من أسئلة الامتحانات اللي فاتت واللي بتتكرر، سواء MCQs أو AC Questions أو Cases. الكتاب ده فيه أسئلة Introduction to Anatomy اللي هو أول جزء عندنا، والGeneral Embryology، وفيه إجابات كاملة لكل الأسئلة وشرح كامل لكل الإجابات عشان نستفيد منها. يفضل لنا في محاضرة الجزء ده كلامنا على الديب فاشيا. احنا اتكلمنا على السوبرفيشال فاشيا، يفضل لنا نتكلم على الديب فاشيا. الديب فاشيا از كوندنسد فايبرس تيشو، يعني جزء سميك من الفايبرس تيشو النسيج الليفي، which forms membrane under the superficial fascia. طبعا احنا اتفقنا احنا عندنا السكين ديبلي او تحتيه السوبرفيشال فاشيا، ثم ديبلي الديب فاشيا. الديب فاشيا invest the muscles and the other structures. يعني لو جيت هنا مثلا انا واخد transverse section in the arm، انا عندي السكين من بره، ثم عندي تحتيه superficial fascia mainly معمولة من fat، ثم الاقي بعد كده هذا اللير هو الديب فاشيا fibrous tissue. زي ما اتفقنا الديب فاشيا invest the muscles يعني بتحيط بالعضلات، الديب فاشيا بتحيط بالعضلات and other deep structures يعني بتحيط بالعضلات، ممكن تحيط ببعض البلود فيسلز. So the deep fascia invests، محيطة بالعضلات ومحيطة بال other structures. What is the function of the deep fascia? Number one, it covers the underlying muscles to give muscle attachment. يبقى هي أول حاجة بتغطي العضلات اللي تحتيها، to give muscle attachment and have muscles in their action. يعني هي بتحيط بالعضلات وبتساعد الأكشن بتاع المصل، إن العضلة اللي هتعمل flexion تعمل flexion، العضلة اللي هتعمل extension تعمل extension. So it helps the movements or the action of the muscle. Number two, form intermuscular septa between groups of muscles. يعني هنلاحظ مثلا هنا إن المصلز بتعمل جروبس في منطقه الارم، في منطقه الفور ارم بتعمل جروبس، فنلاقي ان دي فاشيا دي بتعمل سته او حواجز. ممكن اقول ان هنا في جروب اوف ماسلز واقول ان هنا في جروب اوف ماسلز، فلاقي الديب فاشيا دي عملت لي حواجز بتفصل هذا الجروب من الماسلز عن هذا الجروب من الماسلز، وبالتالي هتعمل انتر ماسكلر سبتا. انتر يعني ما بين، muscular يعني muscles. So intermuscular septa يعني الحواجز ما بين العضلات. Between groups of muscles، بين مجموعات العضلات. Divide the interior of the limbs into compartments. السبتة دي بتقسم لي الأطراف إلى compartments. ممكن يبقى عندي compartment أمامي وcompartment خلفي، واحد مسؤول عن الفليكشن واحد مسؤول عن extension وهكذا. طيب يبقى احنا اتكلمنا على أول two functions للديب فاشيا. الفانكشن التالتة ودي مهم، it is thickened in the palm. زي ما احنا شايفين في البالم اوف ذا هاند، في راحه اليد دي فاشيا استيكند، and the sole في بطن القدم، forming palmar and plantar aponeurosis. يعني دي فاشيا هنا in the palm of the hand thickened، عملت حاجه اسمها palmar aponeurosis. الaponeurosis يعني ايه؟ thick band of deep fascia او thick band of fibrous tissue. في السول عملت برضو thickened band بس سميناه ايه؟ plantar aponeurosis. ده بيعمل ايه؟ which provide protective function to deeper structures. يعني انا عندي هنا في البالم تحت الديب فاشيا دي في ايه؟ في nerves، في vessels، كنوع من الحماية بغطيها ب thickened band of deep fascia، فدي بتدي حماية لل nerves and vessels اللي تحتيها. طبعا الموضوع اهم كمان في السول، لان لو واحد ماشي بالسول اوف ذا فوت بير فوتد، يعني واحد مش لابس حاجه في رجليه، زي مثلا في افريقيا مثلا ممكن شخص يمشي في افريقيا في غابات وحاجات ماشي مش لابس حاجه في القدم بتاعه، ممكن ان اي حاجه تدخل في القدم، فبتبقى الثيكن باند اوف ديب فاشيا دي بتدي له حمايه للنيرفز والفيسلز الموجوده في السول او في راحه القدم. It provides protective function to deeper structures.
رابعا it is thickened around distal joints عند المفاصل البعيدة. It is thickened زي عند الريست مفصل الريست in the upper limb أو مفصل الأنكل in the lower limb to form strong bands called retinaculi. بصوا هنا عند الريست في دي فاشي عاملة thickened band of deep fascia اسمها retinaculum. هنا برضو على الريست من الباك عندنا thickened band of deep fascia اسمها retinaculum. دي بتعمل ايه؟ they hold the underlying tendons in position. بصوا معايا الديب فاشيا دي ماشي تحتيها ايه؟ تندون لعضلة وتندون لعضلة وتندون لعضلة وهكذا في اوتار للعضلات. لما المفصل ده يتحرك ممكن تندون يركب على تندون، ممكن تندون يتحرك من مكانه. فالديب فاشيا اللي عامله ثيكن باند هنا عامله زي الحزام اللي محزمه التندونز دي في اماكنها عشان ما تتحركش من مكانها. يبقى هنا الديب فاشيا اللي موجوده عند الديستال جوينتس دي مهمه انها تثبت التندونز during the movement of the joints او the contraction of the muscles. يبقى تاني الديب فاشيا بتبقى ثيكند سميكه عند الديستال جوينتس، قلنا ديستال يعني بعيده عن الترنك. ديستال جوينتس زي الريست والانكل عشان تعمل سترونج بانس يعني مناطق سميكه قويه كولد ريتيناكلي which hold but keep the tendons in their position زي ما شفنا على الباك اوف ذا ريست او الفرونت اوف ذا ريست وايضا عند الانكل عندنا ايضا ريتيناكلي. نمبر 5 it is thickened opposite the flexor surface of the fingers. يعني لما اجي اشوف كده الفلكسر سيرفيس اوف ذا فينجرز يعني الانتيرير سيرفيس اوف ذا فينجرز هلاقي دي فاشيا thickened قصاد الفلكسر سيرفيس اوف ذا فينجرز اند توز to form tendon sheath او fibrous flexure sheath. يعني هي برضو هنا الدي فاشيا thickened عملت لي حاجه اسمها fibrous flexure sheath. sheath يعني زي كيس. الكيس ده بيحوط بالفلكسر تندونز، التندونز اللي من الامام دي هتعمل فليكشن. فهي بتحوطها عشان تثبتها في مكانها to hold the tendons and prevent their bending عشان التندونز دي لا تنثني. يبقى دي فاشيا كانت ثيكند في الفرونت اوف ذا بالم وفي السول اوف ذا فوت عملت بالمر ابونيروزس او بلانتر ابونيروزس. كانت ثيكند عند الديستال جوينت زي الريست والانكل وعملت ريتيناكلي. كانت thickened عند the anterior surface of the fingers of the toes to keep the tendons in their position وعملت fibrous flexor sheath. Number 6 formation of fibrous sheath around big vessels. هنعرف بعد كده ان البيج vessels بيبقوا متحوطين بطبقة من الديب فاشيا بتدي حماية للبيج vessels. واخيرا it helps the venous return against gravity. الديب فاشيا بتساعد الفينوس return return of the venous blood against gravity in the limbs في الأطراف. ده هو الفانكشن السابع اللي عندنا. كده نكون خلصنا الفانكشنز.